للمزيد بينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق. أهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي لسيادتك يا فندم والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. يعني لو تسمح لنا في البداية دكتور، الرئيس النهاردة طبعا كان في هذا الاجتماع الهام مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لو تطلعنا بداية عن أبرز الملفات اللي طرحت اليوم، وكان فيها توجيهات رئاسية هامة جدا ومباشرة من الرئيس السيسي اللي لفتت نظر حضرتك خلال هذا الاجتماع. هو الحقيقة فخامة رئيس الجمهورية وبخاصة في الدورة الجديدة اللي فخامته، بيرى أن التنمية في الدولة المصرية يجب أن تنطلق من الإنتاج، واعتبار أن التصنيع هو الاستراتيجية الأساسية، وبالتالي كان هناك منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية. الأمر الثاني أن هذه التنمية الإنتاج والتنمية الصناعية تحتاج إلى استثمارات، البند الثاني، ومن هنا تأتي مهمة الحكومة في كيفية جذب الاستثمار وتسويق الفرص الاستثمارية اللي موجودة داخل الدولة المصرية حتى يمكن أن يأتي المستثمر، وده هيتم خلال مجموعة من التيسيرات ومجموعة من التسهيلات، وكذلك أيضا تتطلب جهود لتسويق الفرص الاستثمارية. البند الثالث الحقيقة وهو توطين الصناعة في منطقة عزيزة على الدولة المصرية، وهي من 2016 الدولة تسعى إلى أن تكون منطقة قناة السويس منطقة اقتصادية كاملة، بمعنى أنها تم فيها الترفيق وتم فيها بناء البنية التحتية، وأصبحت المنطقة جاهزة، وحتى تم تخصيص مناطق محددة إلى مجموعة من الدول على أساس جذب صناعات من روسيا وجذب صناعات من الصين وجذب صناعات من أمريكا، باعتبار أن توطين الصناعة استراتيجية أساسية لسببين. السبب الأول وهو أن تكون الصناعة صناعة مصرية قادرة على أن تكون تحقق اكتفاء الذاتي وتخفض من قيمة الواردات بحيث تعالج مشكلة الهيكل أو العجز في الميزان التجاري، وأن يكون هناك أيضا التصدير باعتباره استراتيجية أساسية. من هنا يأتي بناء الاقتصاد الوطني على الصناعة من خلال صناعة المعرفة والصناعات الحديثة والصناعات التي يمكن من خلالها أن تكون الدولة المصرية تحقق ميزة نسبية. الأمر الثالث وهو أن يجب على الدولة المصرية أن تستفيد من مجموع المواني والطرق والبنية التحتية التي قامت عليها، ومن هنا يأتي فلسفة هذه المرحلة وهو العمل على استغلال موارد الدولة ووصول الدولة لاستغلال الأمثل والعمل على تشغيلها، وهذا يتطلب مشاركة القطاع الخاص باعتباره هو ركيزة أساسية من ضمن الركائز التي تعتمد عليها الدولة المصرية، وباعتباره أنه الوسيلة التي يمكن من خلالها أن يعقد اتفاقات ويعقد صفقات مع القطاع الخاص الأجنبي أو مع القطاع الخاص المحلي حتى المحلي وفي نفس الوقت يستطيع أن يعيد تشغيل الاقتصاد إعادة جيدة حتى يمكن أن يكون هناك استفادة كاملة، وحتى يمكن أن يتم التوظيف الكامل ونصل إلى ما يسمى بزيادة معدلات النمو إلى 6% المستهدفة خلال الثلاثة أعوام القادمة. منطقة قناة السويس يا فندم والمنطقة دي كلها الاقتصادية، المنطقة لها موقع طبعا استراتيجي وتاريخي ومهم جدا، والحقيقة أنه يعني مهما أنشئ من مواقع قد تكون منافسة، لكن بتبقى هذه المنطقة لها وضعية خاصة جدا ومكانة خاصة جدا وأهمية استراتيجية في منتهى الأهمية. إزاي حضرتك بتشوف أنه من المهم استغلال الموقع والمنطقة إلى جانب طبعا كل ما تم عمله من إضافة خدمات لوجستيات فيها؟ الرئيس وهو بيتكلم أنه لازم نركز أكتر على هذه المنطقة ونركز على محورين الاقتصاد والاستثمار فيها، إزاي حضرتك بتشوف أنه نستخدم المنطقة وموقعها كأدد فاليو أو قيمة مضافة لأهمية هذه المنطقة؟ بالإضافة إلى الموقع الجيوسياسي والجيوستراتيجي بالنسبة لمنطقة السويس، فإنها هدف من ضمن أهداف الدولة عندما بدأت الدولة المصرية في الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، وكان هناك دائما منطقة تركيز على قناة السويس، ولولا الأزمات الدولية اللي حدثت خلال الأربع سنوات الماضية لكانت قد منطقة قناة السويس في مربع آخر وكان هناك استهداف.
لان المستهدف هي ايه؟ منطقه صناعيه متكامله تستفيد من خلال المواني المحيطه بها ومن خلال الخدمات التي تمت، باعتبار ان منطقه قناه السويس تعد على ان تكون منطقه رياديه في الصناعات، تخدم افريقيا وتخدم العرب، وفي نفس الوقت كمان تكون قاعده تصديريه وقاعده صناعيه تستفيد منها الدوله المصريه خلال الفتره المقبله. الامر الثاني ان منطقه قناه السويس منطقه مشطئه لسيناء، وسيناء امن قومي، وبالتالي هناك تنميه في سيناء بجانب التنميه في منطقه قناه السويس. المنطقه النقطه الثالثه ان هناك اكثر من 11 ميناء في المنطقه دي، من اول من قصير والسفاجه لحد العريش، كل دي بتخدم على منطقة قناة السويس، لأن منطقة قناة السويس هي المنطقة التي تستطيع من خلالها مصر أن تكون مركزا استراتيجيا، وفي نفس الوقت منطقة لربط الشرق بالغرب، وهي منطقة مرور تجارة ومنطقة مرور تصنيع. وعليه يأتي هنا فلسفة الدولة بعقد الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، وفلسفة الدولة مع عقد الاتفاقيات مع الصين، والتبادل التجاري ما بين الدول الأخرى، وأيضا دولة عندما تنضم إلى البريكس فأكيد هناك وجهة نظر بأن يكون لمنطقة قناة السويس قيمة مضافة في هذا التعاون، تستطيع من خلاله أن تصدر إلى الدول الأخرى من خلال هذه المنطقة. إذا منطقة قناة السويس هي منطقة استراتيجية، تأتي في ضوء الرؤية المصرية في توطين الصناعة والتصنيع وجذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص، وهي تقريبا هي النتيجة النهائية، باعتبار أن هناك أربع مناطق صناعية، توطين صناعي في الدولة المصرية من المثلث الذهبي وغيره ومنطقة قناة السويس. إذن هي هنا هدف من ضمن أهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، والدولة المصرية الحقيقة بتوليها أهمية خاصة جدا. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق.